أما السؤال عن التأمين على السيارات والصرانص عن حكمه، فالجواب فيه أنه مخالف لأقدس المبادئ وأقدمها، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ومن هنا فإن تولي الإنسان عن غيره مسؤولياته وأن يتحمل عنه أخطاءه وتبعاته هذا لا يمكن أن يتم أبدا، بل هو مخالف لأقدس المبادئ وأقدمها. ولهذا فالإنسان الذي يتكل عليه يظلم الآخرين حقوقهم، فالذي تقتله أنت بسيارتك أو تحطم بيته أو تحطم سيارته إذا وكلته إلى شركة التأمين فقد ظلمته وهضمته، لأنك أنت المسؤول عن جنايتك. ولا يحل أن تتولاها شركة التأمين مقابل مال تدفعه إليها، بل ذلك من الغرر البين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فأنت تدفع مالا قد لا تحتاجه في السنة إليه ويمضي طيلة السنة ولم تأخذ شيئا منه ولم تستفيد منه أي فائدة، بل سنوات كثيرة، بل كثير من الإخوة ولله الحمد لن يتكلوا عليه في أعمالهم فيكونوا من أخذ مال المسلمين بالباطل، من أكل المال بالباطل الذي حرمه الله في كتابه. ولهذا لا يحل للمسلمين المتاجرة في مثل هذا، بل يجب على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه سينتقل من هذه الدنيا صاغرا محمولا على الأعناق إلى المقابر أن يتقي الله في الاستثمار في مثل هذا النوع من الأعمال، وأن لا يستثمر في التأمين الذي هو غرر ومخالف لأقدس المبادئ وأقدمها ومخالف لصريح القرآن وصريح السنة، وأن يترك ذلك وأن يكتفي بما أحل الله له من أوجه الاستثمار المباحة، وأن لا يتاجر في مثل هذه المحرمات التي ضررها متعد وخطرها عظيم، وهي تشجيع كذلك على قتل الأنفس والاعتداء على الأموال، وفيها ضرر شامل على كل الناس. وقد جعل الشارع عنها بدائل واضحة مثل العاقلة التي تتحمل عن الإنسان خطأه في الدية وما زاد على الثلث، ومثل الديوان الذي يشترك فيه الناس، فكل أهل ديوان يدي بعضهم عن بعض، فالشرطة مثلا يدي بعضهم عن بعض، والمعلمون يدي بعضهم عن بعض، والأساتذة يدي بعضهم عن بعض، والأطباء يدي بعضهم عن بعض، والعمال يدي بعضهم عن بعض، وهكذا. فهذه الدواوين التي رتبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنوب عن العاقلة في المدن، وهي بمثابة النقابات التي تقوم بالحقوق وترعاها. ولذلك فلدينا البدائل الشرعية الجاهزة، فلا يحل لنا أن نترك ما شرع الله لنا ونتبع النصارى وأعداء الدين فيما يشرعونه لأنفسهم، مع أن البديل الذي لدينا أقوم وأحسن وهو الموافق للشرع والذي فيه مرضاة لله واتباع لسنة رسوله وخلفاء الراشدين، فليس بنا حاجة إلى مثل هذه الحلول المخالفة.